الأسد ما بتحكم سوريا، وبشار صامد بس قلبه يا حرام مكسور على صور الأطفال. هيك كان اللقاء الأخير لبشار الأسد، شي بيشبه المشهد الأخير لفيلم صلاح الدين، إنه البطل انكسر، بس انكسر بكبرياء وهو عم يتحدى القدر. رحبوا معي بالصحفي الفذ سام كيتسمان اللي ما مرق اللقاء بدون سكوب حصري لوكالة الأنباء الفرنسية. احزروا شو السكوب، طلع بشار الأسد بعد 6 سنين بطل يقدر ينام منيح من مشاهد القتل. ومباشرة رح نستعرض عينة من أعمال الوكالة الفرنسية، طبعاً بإشراف الصحفي الفذ سام كيتسمان إلى دمشق. منضل عم نرقص ومنضل عم نحارب الحرب بالفن وبالحب. إذن سنحاربهم بالحب هالإرهابيين الأشرار، ومن دمشق إلى حلب. رفقاتي كلهم بيجوا لهون، كلياتنا بنجي لهون، يعني ما في أي شيء، عايشين حياة طبيعية. طبعاً الفكرة المراد إيصالها إنه هي هي الشريحة اللي بتمثل دمشق وحلب بمناطق النظام، وهي الصورة اللي حب الصحفي يوصلها للعالم عن سوريا، وهي صورة بتتماشى تماماً مع دعاية النظام وبتخدم ترسيخ الكراهية والتفرقة المناطقية بين الشعب، وفي كتير وسائل إعلام وقعت بالفخ بدون ما تدرك. ونعود لمراسل فرانس بريس من دمشق. تعج حديقة عرنوس في دمشق والتي ينتصب تمثال للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد على مدخلها. أهم شيء تمثال القائد الخالد، إنه شو نستفيد نحن من هالمعلومة غير ترسيخ لفكرة سوريا الأسد؟ ونبقى في دمشق. هلا مقارنة بوضع المثليين في المناطق الموجودة فيها جماعات مسلحة، وضع المثليين بمناطق الدولة جيد، وكأنه سيطرة المعارضة هاجس عند كل شرائح المجتمع، أسوياء، مثليين، صغار، كبار، كله خايف من المعارضة. ومكملين مع التقارير الفنية والاجتماعية، لأنه بعد شوي رح ننتقل لنوع آخر. نظمت إدارة دار الأوبرا مهرجان الموسيقى العربية واستقطبت معظم الليالي أكثر من 1000 متفرج، ما يعادل تقريبا عدد حضور الحفلات قبل الأزمة. الحياة بالبلد طبيعية، ما في شيء، حتى الأوبرا شغالة وتنفض عنها غبار الحرب. نروح بقى للميداني. حققت إصابة حوالي قنصت أكثر من 11 واحدة بنفس اليوم. مثلا أنا هلا رميت على بيت عربي، كل شيء كان بالبيت العربي، أنا قضيت عليه. لا تعليق، أعطونا تقرير تاني. اضطرت فادية إلى مغادرة دمشق مع ابنها وابنتها الصغيرين في ظل التهديد بضربة عسكرية أمريكية وشيكة. فعلا لجوء عائلة خوفا من تهديد الضرب الأمريكي الخرطي تبعت أوباما، أهم وأكثر تأثيرا من نص الشعب اللي لجأ وتهجر بسبب جرائم الأسد. أما التقارير اللي تصورت بمناطق المعارضة فكانت مواضيع مهمة وعميقة وبتلامس الشارع. جربناها عنا بالغوطة الشرقية، واجهتنا بعض المصاعب، يعني ما دائما إذا بتحسن تحصل على الإنترنت بأي مكان تتواجد فيه بالغوطة. على العموم لا تستغربوا، لأنه سام كيتسمان بيكون صديق الصدوق لملكة التشويق بثينة شعبان، والزلمة يهودي فرنسي، يعني من عظام الرقبة. والله مو كتير على هيك إعلام إذا مسحنا فيه الأراضي، إذا العالم كله رفض يعرض لقاء الأسد الأخير واعتبره دعاية مدفوعة الأجر. أنا إثخيليوس بطل الزمان، ممكن إنهان بذبح الفوان. أنت بشار ذبيك حيوان، تذبح الأطفال ومنك سلام. أنا ما بنام لأني تعبان، من همي الوحيد حياة الإنسان. حياة الإنسان حيوان يا حيوان وين الإنسان.